الحسن السعدي المنسق العام للبرنامج الموازي للمعرض الوطني لتنمية المراعي. إذا نحن اليوم بصدد تنظيم الدورة الثالثة لهذا المعرض اللي أصبح مكتسب ديال المدينة ومكتسب ديال الإقليم، أصبح فرصة للالتقاء بين التعاونيات الفلاحية والمؤسسات اللي كتشتغل في الجانب الفلاحي، المؤسسات الحكومية اللي كتشتغل في هذا الجانب، أصبح فرصة لتسليط الضوء على الغنى الحضاري والثقافي ديال يعني الرحال والعادات والتقاليد ديال هذه الفئة. أصبح فرصة باش نشوفوا فين وصلنا في التنزيل ديال القانون ديال الترحال، تنظيم الترحال اللي هو واحد القانون اللي جا استجابة للترافع، المجهود الترافعي الجبار اللي قام به المجتمع المدني وقام به الساكنة المنطقة اللي كانت كتعاني دائما يعني من هذه الإشكالية ديال 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 الرعي وديال الترحال. والحمد لله اليوم عندنا هذا القانون، بغينا نسرعوا الوتيله التنزيل، بغينا نعرفوا الوضعيه فين وصلنا فيه، بغينا هذا المعرض يكون مناسبه لترويج المدينه، بغينا هذه الفرصه يكون فرصه لتعريف التعاونيات بالمنتوجات ديالها، هذا بالاضافه الى البرنامج الموازي اللي كيعرف يعني مجموعه من الانشطه الرياضيه الثقافيه السهرات الفنيه اللي غتستقطب اسماء لامعه واللي الهدف منها ماشي هو البهرجه، وانما الهدف منها هو استقطاب زوار لهذه المدينه، هاد الزوار اللي غادي تستفد منهم التعاونيات اللي غادي يكونوا كيعرضوا المنتوجات ديالهم. اذا الهدف اللي عندنا نحقوا اكبر عدد ممكن ديال زوار المعرض، اكبر عدد ممكن من التعاونيات المستفيده سواء من التكوينات ولا من البيع ديال المنتوجات ديالها او من الخبرات اللي غادي يتبادلوها بيناتهم وبينهم وبين المؤسسات الحكوميه وبين المهنيه. شكرا.